تقريبا كده ما بقاش يمر شهر الا وبيتم الاعلان عن كشف اثر جديد في منطقه اثار سقاره، واللي نقدر نقول كده ان هي خلال الكام سنه اللي فاتوا بقت قبله لبعثات اللي بتقوم بعمليه البحث عن الاثار. صحيح يا شاذلي، امبارح كمان تابعنا اخر الاكتشافات اللي ضمت مقبرتين وتابوت نادر وتماثيل مكتمله. كنوز وأسرار لا تنضب من أرض الكنانة لتبوح لنا بأسرار عظمة القدماء المصريين. فتزينت منطقة سقارة الأثرية باكتشاف أثري جديد من الأسرتين الخامسة بالدولة القديمة والثامنة عشرة بالدولة الحديثة. النهاردة بنعلن الكشف عن أكبر ورشتي تحنيط آدمية وحيوانية في منطقة سقارة. ورشة اللي احنا بنتكلم فيها احنا واقفين عندها دلوقتي دي الآدمية، السراير اللي كانت بتتغسل فيها الأجساد، بنلاقي فتحة صغيرة نسميها المزراب اللي كانت بتنزل المية بعد الغسيل، لقينا الأدوات اللي استخدمها المصري القديم في فتح الجسد عشان يطلع معدة وأمعاء وكبد ورئتين، لقينا بعض من الأواني الكانوبية اللي كانت بتسمى أواني حفظ الأحشاء أثناء أعمال الحفاير، لقينا برضو مقبرتين، مقبرة بترجع للدولة القديمة، بنتكلم على 4400 سنة عمر تقريبا، نيح سود با ده كان راجل المسؤول عن شق الدرع والمصارف، كبير كهنة، كاهن الإلهة ماعت والإله حورس، خد ألقاب عديدة. لقينا كمان مقبرة تانية بترجع للدولة الحديثة لراجل يدعى من خبر رع، نتكلم على الأسرة 18 3500 سنة عمر تقريبا. لكن اللذيذ هنا أثناء عملية الحفاير لقينا كمان مادة الراتنج والعصاية اللي كان بيستخدمها المصري القديم. مادة الراتنج والعصاية اللي كان بيستخدمها المصري القديم عشان يدهن بيها الجسد الجلد عشان يتجنب ما يسمى التفاعل الكيميائي مع الجو الخارجي فيقدر يحافظ على الموميا. لقينا كم كبير جدا من الأتواب، أتواب اللي هي الكتان اللي كانت بتلف بيه الموميا، يصل في مجملها لف الموميا تقريبا 17 لفة 16 لفة، ده المتوسط تقريبا. لقينا مومياوات في حالة أكتر من رائعة من الحفظ، الحمد لله. هي دي ورشة التحنيط الآدمية، ورشة التحنيط الحيوانية، عندنا المقابر الرائعة اللي قدرنا نبهر بيها العالم. أهم ما تم الكشف عنه اليوم هو اكتشاف ورشتين كاملين للتحنيط مرتبطين هنا بمعبد الإله بسطت، ورشتين هنا، ورشة تحنيط آدمي وورشة تحنيط حيواني. الفكرة كلها إن ورشة التحنيط هي موجودة في العاصمة منف حيث معبد العجل أبيس الموجود في هذا المكان. لكن لأول مرة بنلاقي ورش التحنيط هنا، اكتشفنا من قبل بعض أدوات التحنيط، كان الفكرة هل أدوات التحنيط الموجودة في سقارة هي مرتبطة بورش تحنيط ولا مش مرتبطة؟ هو لم يعثر على أسر التحنيط، وبالتالي هي أدوات نقلت واتدفنت مع صاحبها، لكن لأول مرة بنلاقي ورش كاملة، بنلاقي أسر التحنيط كاملة موجودة هنا، سواء الأسرة اللي هي مرتفعة عن سطح الأرض لتحنيط الآدميين أو الأسرة المنخفضة اللي كان بيتم تحنيط الحيوانات عليها، وفيها الميازيب اللي كانت بتساعد في تصفية المياه. الكشف بأيادي البعثة الأثرية المصرية كشف الستار لأول مرة عن ورشتين للتحنيط آدمية وحيوانية تعودان لأواخر عصر الأسرة الثلاثين وبداية العصر البطلمي، وعثر بداخل الورشتين على أدوات ومواد للتحنيط بالإضافة للكتان ومواد لحماية المومياوات من التفاعل الكيميائي، كما عثرت البعثة على مقبرتين وعدد من اللقى الأثرية. احنا شغالين في المكان ده من شهر 9 اللي فات، كان كمية الرديم زي ما انت شايف الدكتور مصطفى قال بنفس المنسوب كده، بدأنا نرفع الرديم واحدة واحدة، ظهرت معانا ورشة التحنيط دي بتاع ورشة التحنيط الآدمي، ثم ورشة التحنيط الحيوان، ثم المقابر بعد كده، مقبرة دولة قديمة أسرة 5، ثم المقبرة الدولة الحديثة أسرة 18. احنا بنشتغل بنبدأ نشتغل نشيل الرديم واحدة واحدة 20 سم ل 20 سم بالترتيب من مدير الموقع معانا يدي التعليمات للرؤساء، ثم بعد كده نبدأ نشتغل بالعمال، احنا نوجه العمال واحدة واحدة، إما يظهر معانا حاجة نبدأ نكشف عليها واحدة واحدة بإيدينا بالفرشة والمسطرين كرؤساء عمال الاول، وبعد كده ننده للمدير نشوف ايه اللي موجود، في حيطان في بير في اي حاجه نبدا ننزل معاها واحده واحده.
طبعا احنا فريق كله مصري، طبعا ما بيهمناش ولا حر ولا شتاء ولا برد، طبعا بنردد بعض الكلمات اللي هي بتدي حافز لينا، زي مثلا بنردد اللي معانا الله معاه واللي علينا الله عليه الصلاه عليه يا عم صلي، لو في 80 عامل في الشغل بنردد ورانا بعض الكلمات ديت، طبعا دي بتدي قوه وايجابيه للعمال ما بيحسوش بتعب ولا حاجه. اما المقبرتين نيح سوتبا ومن خبن رع من عصر الدولتين القديمه والحديثه، فكان اكتشافهما نتيجة عمل استمر لما يقرب من 8 أشهر منذ أغسطس 2022 التي بدأت بإزالة الرديم والرمال وصولاً للكشف الأخير الذي يعد واحداً ضمن 50 بعثة أثرية مصرية تعمل على مستوى الجمهورية. متحف أثري مفتوح، منطقة سقارة التي أدهشت العالم باكتشافات أثرية مميزة تعود إلينا بسر جديد من أسرار التحنيط الذي حير العلماء وأكد على سبق وتطور الحضارة المصرية القديمة. كريم بيبرس، التلفزيون المصري.